بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا بنوزع سكر في فرع نصف الجملة بشارع باسل بدشنا ببندر دشنا عشان نخفف على العبء على المواطن. طبعا بنوزع 2 طن يوميا في الفرع، وبالإضافة بنوده في المجالس القروية بنوده أحيانا طن لكل مجلس قروي بيوزعه للناس المحتاجة والناس اللي هي في احتياج ضروري لهم. النهارده طبعا نظر الظروف والزحام الشديد فبدأنا نضخ 2 طن ثاني زيادة 4 طن واتصلنا بالسيد العميد مأمور مركز الرجل تفضل مشكورا بعت لنا الضباط والشرطة واقفين بينظموا معنا، فالحمد لله الأمور ماشية يعني، وإحنا في خدمة المواطن، إحنا دائما في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء على المواطن في ظل الظروف الحالية يعني. بعض المواطنين بيشتكوا إن السكر في الدكاكين أو في المحلات التجارية التجار بتخاف تبيعوا، هل أنتوا منعتوا بيعه ولا جرتوه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ لا احنا ما منعناش بيعه، احنا بس بنفتش على فواتير السكر، لازم السكر والرزو او اي سلعه ثانيه تكون عندها فواتير مصحوبه بفواتير يعني، اللي معاه فواتير ما حدش بيسأل. يعني اللي حق السكر في دكانه بدون فاتوره هو اللي يعتبر ايه اما لو عنده فاتوره قدم فاتوره خلاص، فاتوره خلاص بيبيع عادي، وكله ده عشان خاطر بنخفف الارتفاع الجنوني للاسعار، استغلال التجار واحتكار السلعه ده ورفع، هو اللي ادى الى رفع سعر السكر بالطريقه. طب هل اداره التموين بتفكر في الفتره الجايه عشان الازدحام ده والمشكله ده أن تخصص مكان اخر بجانب هذا المكان؟ هننسق مع رئيس مجلس المدينه في بنفتح فرع جنب مجلس المدينه في فرع هناك، وان شاء الله عشان نخف الزحام على المواطنين ويبقى في منفذين كده لراحه المواطن، علما بان السكر بيتباع ب7 جنيه في الفرع باذن الله يعني. شكرا.